أيها الشهداء الذين طلبتم مني أن أحدثكم، أيها الحق الكريم، موضوع كلمتي هو إن ننسى لا ننسى، إن ننسى لا ننسى. الخطر اليوم أيها السادة هو خطر النسيان. يريدنا كثيرون أن ننسى، ونحن بالطبع لن ننسى. أما الأنصاب التي تقام كهذا النصب الذي أقمتموه لهؤلاء الشهداء الأبرار فهي لإحياء الذكرى، أي لمكافحة النسيان. ومع ذلك مع الأسف يوجد ارتخاء عام في صفوفنا نحن، بحيث كثيرون منا يتمنون لو بإمكانهم أن ينسوا. أقول إن هذا مستحيل، برغم النزعة المتأصلة في الإنسان نحو النسيان، وبرغم إرادة الغير وتخطيطهم لنا بالنسيان. إن ننسى لا ننسى السنوات الثلاث الرهيبة الماضية، سنوات العدوان، ومع ذلك سنوات الصد، سنوات الآلام، ومع ذلك سنوات المجد، سنوات التخريب والإفناء، ومع ذلك سنوات الصمود والتحدي، سنوات الشر من الداخل والشر من الخارج، ومع ذلك سنوات البطولة والغلبة. إن ننسى أيها السادة لا ننسى 5000 من خيرة شبابنا وشاباتنا الذين استشهدوا كي نبقى نحن، أن ننساهم إنها الخطيئة المميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان، والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان. إن ننسى لا ننسى القضية العظيمة التي استشهدوا في سبيلها. أؤكد لكم أنه لا توجد اليوم قضية في العالم أعظم وأقدس من قضية لبنان. بلد صغير مسالم لم يؤذي أحدا أو يتآمر على أحد في تاريخه. شعب من أكثر شعوب الأرض جدا وكدحا ونشاطا، ومع ذلك بفعل الحسد والطمع قصد إفناؤه. مجتمع حر منفتح تعددي البنيان عريق التراث غير متقطع التاريخ 5000 سنة، قام بخدمات اقتصادية وحضارية وروحية لنفسه ولغيره لم يقم بها أي شعب بعدد سكانه في العالم، وبالتالي شعب يتميز تميزا قاطعا عن أي شعب آخر، ليس فقط في الشرق الأوسط بل في كل آسيا وأفريقيا وقد يكون في العالم كله. ومع ذلك يريدوننا اليوم أن ننسى هذه القضية الغرمة لهذا الشعب الصغير الفذ العظيم. إن ننسى لا ننسى المئات من أهلنا الذين قتلوا وشوهوا وذبحوا. لن ننسى ألوف المعاقين، لن ننسى مئات اليتامى، لن ننسى مئات الألوف الذين شردوا ولا يزالون مشردين، لن ننسى مئات الألوف الآخرين الذين هجروا من البلاد ولا يزالون في الغربة يتحرقون إلى الرجوع، ولم يكن واحد منهم جميعا معتديا على أحد.
إن ننسى لا ننسى الخراب المادي في جميع أنحاء لبنان، لا سيما في بيروت، المقدر بثلاثين أو أربعين مليارا من الليرات اللبنانية. نال طمع اللبنانيون ليستحقوا هذا الخراب الهائل على أيدي المخربين، ومع ذلك يراد بنا اليوم أن ننسى هذا الدمار الماثل أمامنا كل حين، وأن ننسى معه دوافع الحقد والسوء التي حدث بمرتكبيه إليه. وأتساءل، أليس يا ترى هذا الذي عناه الرئيس الأمريكي جيمي كارتر حين قال منذ أسبوع بمناسبة زرع شجرة أرز في حديقة البيت الأبيض في واشنطن، قدمها إليه الأمريكيون المنحدرون من أصل لبناني؟ هذا ما قاله الرئيس كارتر: أتطلع إلى لبنان بقلب مليء بالامتنان والتقدير والصداقة، كما أتطلع إليه بأسى عميق وقلق. وخلال الأشهر الماضية، لا بل السنوات الماضية، لم أعرف أي بلد عانى أكثر مما عانى لبنان وشعبه من دون أي مبرر أو استحقاق. إن العالم بقلوبه المهتمة ومشاعره القلقة يتطلع إلى الشعب اللبناني، نأمل ونصلي من أجل أن يسود السلام في أسرع وقت تلك الأرض الطيبة والنبيلة والمعذبة التي قاست الكثير. ليست هناك مدينة أو بلدة أو عائلة في لبنان لم تقاسي ولم تعاني في عمق خلال الأحداث الأخيرة. هنا ينتهي كلام الرئيس كارتر. إن ننسى لا ننسى مجازر الدامور وشكة والعيشية والقدام وبيت ملاك والمتين وصليمة وعين طورة وترشيش وعين الرماني وغيرها وغيرها. مسكين يا لبنان، مسكين يا لبنان، يريدونك اليوم أن تبدل تاريخك الحي الصارخ بالصمت والخنوع والموت. إن ننسى لا ننسى عشرات الكنائس والأماكن المقدسة التي انتهكت حرمتها وهدمت في لبنان منذ نيسان سنة 1975، والقبور التي دنست، وعظام الموتى التي نبشت ونشرت، والرهبان والراهبات ورجال الدين والنساء والأطفال الذين اعتدي عليهم. إن ننسى لا ننسى الخمسة عشرة مجزرة التي أنزلت في الشعب المسيحي في لبنان في 138 سنة الماضية. إن ننسى يا إخوتي، لا ننسى أن الطريق إلى فلسطين أعلنت أنها تمر بصنين وبكفية وجوني. إن ننسى لا ننسى عشرات الألوف، لا ننسى عشرات الألوف من المرتزقة الملونين بألوان البشر الخمسة
المستوردين من أطراف الأرض الأربعة للاعتداء على بيوتنا وممتلكاتنا ومقدساتنا ونسائنا وأولادنا وأطفالنا، ولن ننته تحت أي شعار كانوا يهجمون وأي صرخة حرب كانوا يصرخون. إن ننسى لا ننسى أن بعض الزعماء العرب ركز عداوته الصارخة للبنان بشكل لم يسبق له مثيل على مسيحييه وبالأخص على الموارنة. إن ننسى لا ننسى أن المجتمع المسيحي في لبنان مجتمع حر أمين بالمعنى الأصيل لهاتين الكلمتين، أعني بنفس المعنى الذي به المجتمعات المسيحية في غرب أوروبا وفي أمريكا هي حرة أمينة، وأن شعبا مسيحيا حرا أمينا كشعب لبنان المسيحي لا يوجد في كل آسيا وأفريقيا. إن ننسى لا ننسى أن المجتمع المسيحي الحر في لبنان لم يرد لإخوانه الآخرين مرة في التاريخ ما لا يريده لنفسه أو أقل مما يريده لنفسه، وأن شيئا شبيها بهذه الإرادة المتكافئة لا نجده عند غيره من المجتمعات في آسيا وأفريقيا. إن ننسى لا ننسى أن سورية الأسد هي الوحيدة التي هبت لنجدتنا، ومع ذلك يريد كثيرون اليوم أن يلطخوا الاسم السوري الكريم، أما نحن فعرفان الجميل شيمتنا والوفاء الصادق خلتنا. إن ننسى لا ننسى، وإن نحن موهنا على أنفسنا ونسينا فالتاريخ قد قرر منذ زمن أن صيغة سنة 1943 التي فرضت على لبنان فرضا في لحظة دقيقة استثنائية جدا من سير الحرب العالمية الثانية، أن هذه الصيغة قد ماتت إلى غير رجعة، وعبثا يحاول السحرة اليوم بعثها من بين الأموات. إن ننسى لا ننسى الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها مسؤولون في 35 سنة الماضية، الأخطاء التي في مجموعها المتراكم أوصلتنا إلى الهوة التي نتخبط فيها، وكل يبرر نفسه ويؤثم غيره. وعبثا أفتش عن لبناني رفيع واحد يقول علنا الحق علي ميا ماكسيما كلبا. إن ننسى لا ننسى أن فسادا خلقيا مروعا يجتاح البلاد، الحسد والأنانية، التكاذب والفنائية، ظلم وفوضوية، بيع الأقلام والضمائر، المتاجرة بالانتماء الطائفي، المتاجرة بلبنان ذاته، المتاجرة بالموتى، التحايل على القانون، عدم الجدية، عدم احترام الموت، التنافق، الإبطان، هزالة الأصول،
شح الرفعة والنبالة، عدم وجود وحدة تضامنية وطنية كافية إلى ما هنالك من آفات. إني أعرف تماما أن أساسا خلقيا عظيما متينا يكمن في الكيان اللبناني، وهذا ما يجعل إيماني عامرا بلبنان. لكني لا أسمح لهذا الأساس السليم الذي عليه أبني كل أملي أن ينسيني تفسخنا الخلقي الذي هو قبل كل داء وفي أساس أي داء. إن ننسى لا ننسى تقصيرنا الرهيب في تمثيلنا ودعايتنا الخارجيين لعشرين سنة، بحيث إن كثيرين من ممثلين في الخارج ليسوا حتى حياديين بالنسبة للقضية اللبنانية المصيرية، بل أعداء لها، بحيث إنهم يكادون يمثلون كل قضية إلا القضية اللبنانية، بحيث كاد العالم ينسى لبنان لولا هؤلاء الشهداء الأبطال الذين في موتهم عادوا فأحيوا ذكرى لبنان. إن ننسى لا ننسى أيام كان لا يقطع خيط في شؤون الشرق الأوسط إلا بمعرفتنا وأحيانا بمشورتنا، أما اليوم فلا رأي لنا في شيء، حتى يكاد لا يكون لنا رأي في شؤوننا نحن. الفرق يا إخوتي بين تلك الأيام المشرقة وأيامنا هذه السوداء، صدقوني، كالفرق بين السماء والأرض. ومن يتحسر ومن يعتبر ومن يتساءل ومن يسأل ومن يحاسب؟ إن ننسى لا ننسى أولئك الذين هربوا أثناء الحرب وهربوا، أولئك الذين وقفوا متفرجين غير آلهين إلى أن نفنى نحن ويتحول لبنان إلى أنقاض وتخلو الساحة لهم. هذا بالضبط ما يراد من اليوم أن ننساه، كي تبقى القاعدة سائدة في هذا البلد الغريب أن الأجر والتقدير والمكافأة لا تذهب إلى العامل المجد المخلص المضحي المقدام، بل إلى المتواني المتفرج الذي لم يحرك ساكنا وأحيانا إلى المتآمر والعدو. أيها السادة والإخوة، إن صانعي التاريخ لا ينسون. كل ما ألم بهم يتذكرون ويحفظون، وفي تذكرهم وحفظهم هذين لا يقبعون، وبالتالي سوء حظهم لا يندبون، وعلى الحرير فيما هو حسن حظهم لا ينامون، بل العبر من كل هذا يستخلصون، وبوحي هذه العبر المصفات الماثلة دوما أمامهم يصنعون. وحتى التاريخ إياه بما يكون قد نسي هو يذكرون، هؤلاء وحدهم الموت المستشهد يبررون، هؤلاء وحدهم البقاء الحي الفاعل يستحقون.
مسيحي، أنا مسيحي، ولذلك أؤمن بالصفح 77 مرات شرطة، شرطة أن يكون الصفح كل مرة للنادم بالفعل والتائب بالفعل. هيك بيقول المسيح. أما الصفح لغير النادم وغير التائب بالفعل والمهدد كل يوم من جديد فعمل عاطفي صبياني سخيف، وبالتالي عمل غير مسيحي. الاستعداد التام للصفح يبقى دائما في قلب المسيحي، لكن في غياب الندم والتوبة الحقيقيين يبقى كذلك الحذر واليقظه. يخطئ أيما خطأ كل من يظن أن الوضع في لبنان اليوم يعالج بالمسكنات والمخدرات والمغالطات. هذه مخادعة مأساوية للنفس. ليس عندي ظل من شك أن الوضع في لبنان اليوم وضع ثوري. الثورة آتية لا ريب فيها مهما تأخرت ساعتها، وأنا لا أدري من هم أبطالها، مع أني أعرف غير واحد مرشحا لهذا الدور. قد تكون ثورة بيضاء وقد تكون أيضا ثورة حمراء. كيف ومتى تندلع شرارتها لا يعرف غير الله. كيف تتطور بعد اندلاعها لا يعرف أيضا غير الله، غير أن كل شيء ينبئ بمجيئها. يا ساتر، غير معقول هذا الشلل التام في الحياة العامة، غير معقول هذا التفسق الرهيب بين القيادات الرفيعة مهما أخفي ومهما ستر، غير معقول هذا الاستضعاف والجبن والخزي في القيادات الروحية والزمنية، غير معقول أن يستقر إلى الأبد هذا القلق السحيق في النفوس، غير معقول أن يبقى هذا الوجود الفلسطيني المكثف المسلح على أرض لبنان إلا إذا قضي على لبنان فلسطينيا، غير معقول أن تبقى محافظة على الأمن في لبنان قوات عربية ودولية إلا إذا قضي على لبنان عربيا ودوليا، غير معقول أن يذهب هذا الاختمار الفكري الهائل في صفوف الشباب هباء منثورا، غير معقول ألا يؤول في حينه إلى شيء حاسم، غير معقول ألا تتحول هذه النقمة الصامتة في الصدور إلى فعل صارخ، غير معقول وغير مقبول أن تكون دماء شهدائنا الطاهرة قد هدرت هدرا، غير معقول وغير مقبول ألا يكون بعد لقيم لبنان العظيمة، قيم الحرية، قيم الإنسان، قيم الانفتاح، قيم التراث العريق الأصيل المتواصل، قيم التفاعل العضوي الحميم مع أرفع مراكز العقل والروح في العالم، أقول غير معقول ألا يكون لهذه القيم العظيمة أي مستقبل وطيد زاهر بعد في هذا المشرق برغم فسادنا وبرغم انحطاط الغرب.
وأشد شيء إطلاقا ينقص هذا المشرق العديد المسكين اليوم هو هذه القيم اللبنانية بالذات. غير معقول وغير طبيعي وغير مستقر كل شيء في لبنان. وإذا حدث ما آت، وإذا سخف سحيق أن يبشر المستهزئون بحذف السنوات الثلاث الأخيرة من رزنامة التاريخ ونسيانها كأنها لم تكن. سخف أن يعتمد فقط على المألوف والمعتاد والثابت. المستقبل أيها السادة غير الماضي تماما، ليس فقط في لبنان بل في هذا المشرق كله. بالطبع ستتناول التغيرات الجذرية الآتية الأوضاع السياسية والاقتصادية والمجتمعية البالية، لكن لبها سيكون تغيير الإنسان الشخص، إعادة النظر من الأساس بالقيم والأخلاق بالروح السائدة، ولن يكتفى بالوعظ والكرز والإرشاد. إذا كان لب التغيرات الجذرية الآتية هو الإنسان الشخص، فلب هذا اللب هو القادة القدوة. الإنسان الكائن القدوة خير من ألف وصية وألف تعليم. مجرد وجوده الحي هو الوصية وهو التعليم. وإذا من يتكلم اليوم عن ثورة الإنسان وثورة الشخص وليس هو في شخصه قدوة فحري به أن يصمت. القادة الشباب القدوة هؤلاء هم المتوقعون، هؤلاء هم الذين لن يستقيم أمر في لبنان بعد إلا حين يحضرون. حدهم الأدنى يعني أقل شيء منتظر منهم، حدهم الأدنى الصدق، الشفافية، التضحية، نسيان الذات، الترفع فوق الخسائر، طهر النفس، إشعاع الروح، معرفة انتقاء الرفقاء المعاونين، التنظيم، التخطيط، الجرأة حتى الموت، تمثل قيم لبنان المميزة تمثلا تاما، التمسك من أجل القضية اللبنانية. هذا حدهم الأدنى. أما حدهم الأعلى فهو الانصهار العضوي في تراث الحضارة الحي العالمي الإنساني الواحد الأصيل. فالخلق العظيم الجميل. وكلا الحدين الأدنى والأعلى كلاهما من أجل إرساء قواعد لبنان الحر لمئة سنة على الأقل. كل طموحي دون هذا الطموح لا يليق في اللحظة التاريخية الحاضرة التي تسنح مرة كل 500 سنة. أيها السادة،
أقمتم لشهدائكم في هذا المعهد الكريم، سليم متري كسرواني وميشيل حنا حنا وريمون رشيد جميل نصبا يخلد ذكراهم. النصب المادي رمز للفعل الروحي، أما فعل الشبان كسرواني وحنا وجميل الروحي فهو أنهم ماتوا في سبيل القضية اللبنانية. إنها كما ذكرت قضية الحرية، قضية الإنسان، قضية الحق، قضية الانفتاح، قضية التواصل التاريخي، قضية كل ما هو عالمي وإنساني، قضية الاحترام التام المتبادل. إنها أعظم وأقدس قضية في العالم اليوم، لا سيما في هذا الشرق المفتقر إليها أكثر منه حتى إلى الهواء والنور. لنعي هذه القضية في جميع أبعادها ولنعشها ولنكرس حياتنا وموتنا في سبيلها، عندئذ تصبح حياتنا نصبا روحيا لسليم وميشيل وريمون. عندئذ يخلدون لا لأن أسماءهم نقشت على صفرة صماء، بل لأن القضية بقيت حية في أرواحنا وقلوبنا. نحن عندئذ نكون استحققنا موتهم، ويكونون هم استحقوا حياتنا. عندئذ فقط يصح القول إنهم لم يموتوا عبثا.